السلام عليكم مشاهدين، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كل شيء لاباس؟ كل شيء مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم رجعت معكم بواحد الفيديو، بغيت نشارك معكم غدايا اليوم. تابعوني، عندي واحد الفروج، عندي جوج بصلات مشلضين، وعندي الربيع مقرد. بسم الله على بركه الله، غندير النص ديال هذه البصله. ندير الربيع، ندير العطرية، ندير سكين جبل، معلقة ديال سكين جبل، ندير معلقة ديال البصل، معلقة ديال الخرقوم البلدي، عندي هنا الخرقوم ملون، غندير الملح، غندير الزيت المائدة باش نشرمل الدجاجة، من بعد ما دخلت فيها داك الترميله، دابا غنهز هذيك البصله، غنديرها في الكوكوط، وغنرجع نحضر العماره. ونزيد داكشي ديال البصله لي درت، نزيد عليهم الرز، سلقته نص سلقة، نقطع عليه داك الكبده ديال الدجاج، ندير واحد جوج فصوص ديال الثومه،
نرجع ندير العطريه. ندير الخلق الملون حتى هو. العطريه اللي درتها في الشرميله غنديرها دابا في العماره. غنديرها نص معلقه على حساب درت العطريه في الشرميله. ندير شويه الملح. نزيد واحد شويه. غنجيب بيضه نغسلها هي باش غنجمع هذيك الشرميله. نجمع هذيك العماره. نجيب الشبيشة ديالي ونبدا نعمرها من الداخل. هانتوما من بعد ما شرمت الدجاجة ديالي، انا درتها انتما البنات من بعد ما شرملت الدجاجه انا درتها في الكوكوط. دابا غنديرها تقلى ونرويها ونخليها تطيب ان شاء الله ونرجع معكم. انتما من بعد ما طابت لي الدجاجه حيدتها باش نديرها في الفران وخليت المرقه تجمر شويه. ها هي الدجاجه ديالي طايبه. دابا غندهنها بشويه الزبده وغندخلها للفران ونرجع معكم. انتما البنات هاد الدغميره ديالي نشفات وجات زوينه. الدجاجه هنا خرجتها من الفران، هانتوما كتشوفوا كيفاش تحمرات. ودابا غنحط الغدا ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما طاب لي غدايا هنا حطيته وقدمت معاه الزيتون حامض، درت معاه الفريج، درت معاه الروز، درت معاه مطيشه والخس شلاده البصله، درت معاه عصير الليمون، حطيت معاه البنان والليمون والخبز ديال الدار. هانتوما كما كتشوفوا الخبز ديال الدار كتجي زوينه حتى هي. والى عجبكم البنات ما تبخلوش عليا بلايك وديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واليوم جات عندي الوالده باش تغدى معايا وانا فرحانه بها. الله يطول ليها في عمرها والله يخليها ليا والله يشافيها. وجات عندي سلمى حتى هي بنت اختي، راه حتى هي مسكينه راه كدوز هاد الامتحانات دابا ديال الجامعه. الله يسهل عليها والله يوفقها للخير، نتمنوا ليها النجاح. واللي عنده شي والده الله يخليها ليه والله يطول في عمرها. شكرا لكم وتبارك الله عليكم وما تبخلوش عليا، عاونوني ودعموني باش القناه ديالي تزيد لقدام. شكرا لكم جميعا.